إذا كنت تبي تشكيلة خرافية أو لاعب قوي في تشكيلتك، مالك غير فرينزي فيفا الأرخص ما بين المواقع، مضمون الباند والتصفير وأيضا سريع في التسليم، ولا تنسى كود الخصم ADS عشان تحصل خصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. اليوم عندنا طريق المجد مجددا. اللي راح نسوي في الحلقة هذه راح نجيب لاعب جديد لازم عشان تصير حلقة حماس، ولا وش الفائدة يعني من القروشة هذه؟ عموما راح نبيع الرجال الطيب اللي هو بيلرين اللي اشتريناه ب 3500 اللي سعره الحين كم؟ نفس سعره يعني ما تغير، اوكي؟ بس اني بحطه مزايده لاني صراحه ما احب الحنقه هذه، اني اكسب في اللاعب وما ادري ايش. لا، ونجيب اللاعب الفرنسي اللي هو ال دبليو بي اللي نازل قريب، هذا نجيبه عندنا هنا يا ولد. بيصير نجيب باكايوكو هنا يا شباب، ويصير شابك مع الاثنين، ويصير حنا يعني كسبنا، ويصير وقتها يعني في نص المباراه نبدل بينهم، ويصير عندنا لاعب جديد من تشكيله الاحلام. خلينا نروح لتشكيله الاحلام الثانيه عشان يصير كذا كاننا اشترينا اول لاعب من تشكيله الاحلام، وبعدين يبقى لنا لاعبين، واحد اثنين ثلاثة أربعة لاعبين. يلا إن شاء الله إننا نمدينا. ها، أرخص نسخة موجودة في السوق يا جماعة الخير هذه اللي هي أوف والله شراه مني يا ولد. اللي بعده ما في مشكلة، ما يوقف، أوكي؟ ب 38 ما في مشكلة، أوكي؟ حي الله الشيخ الطيب بالنادي عندنا يا ولد. أوه طقم هذا وشو؟ إي والله إنه أفضل من طقم السيلفر ذا السخيف اللي حطيناه يا عيال. حط حط يا حبيبي. طيب يحتاج لنا الآن نشتري للرجال الطيب كاسوليني اللي هو الإنكر اللي نفس عنده بيلي يا عيال، وهذا الرجال نشتري له بطاقة ال بي. نعم. بلاش 800 600 يا حبيبي. 200 يا ولد رخيصة، يوهو يا الفلة. داية جديدة جدا في الديفجن 3، طبعا من الديفجن 3 يوم تلعب في الديفجن 3 أنت حتقابل خصوم من ديفجن 2 من ديفجن 1 وأيضا من ديفجن 3، فراح يكون المباريات صعبة يعني، أوكي؟ يا عيال تقريبا فريقنا جاهز جدا للانطلاق، هيا بنا للمباراه القادمه. ليتس جو يا حبيبي. يلا اعتذر يا جماعه عن سيتشي، المفترض اني اخش في المباراه بسرعه. مكافئات السكواد باتلز اللي انا ما اعطيته وجه، اما سيلفر اوكي 10000 حلوه. ان شاء الله سكواد باتلز حق الاسبوع هذا ابى اشد حيلي يا ولد. والله الاسبوع الماضي انا اعطيت سيفون من والدي حزمه لاعبان، وش الباكجات؟ انا اول مره اشوفها يا اخي. يا رب على الاقل لاعب يمشي، والله لاعب يمشي، اقصد شاشات حلو. لا حزمه الله يرجعك. كنت بقول ليفاندوسكي. طب هنا في باك حزمه، ما ادري من فين طلعت لي ذي الباكجات يا غريبه يعني حقيقه، وان شاء الله انه لاعب. اوه شاشات شاشات يا شباب، صلوا على النبي. يا رب كريستيانو، تطلع من كريستيانو يا ولد. الكوتيفوار سي بي. اوه بايلي 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 غالي يا ولد. ايش فمك؟ لا تطالع فيه كذا تقول لي وش فيك احمد تصارخ على لاعب. لا والله انه كويس يا ولد. بايلي ببلاش يا بايلي يا ولد. انباع؟ لا ما ينباع. كثر الله من ذا الباكجات يا عيال. هذا خله عندنا، وهذا ارسله الى قائمه الانتقالات اللي هو بيلي المستعمل يا ولد. يصير عندنا البيلي الكرت يعني. شكرا يعني. ايوه هنا برضو باكج ما ادري من فين جانا ذا. ليتس جو نتقهوى. يا رب يا رب لاعب كويس ان شاء الله. لا ما اوكي مو مشكله. حلو 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 ان شاء الله. خيسوس خيسوس حلو يعني البي. اوكي زبال زبال. يلا 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 دائما انهم ما ينبعون يا ولد. اعطونا كريستيانو، اعطونا رونالدو، اعطونا الليجند. لا ما لا لا لا. طب خلاص يا ربي خيسوس مارسيال خيسوس مارسيال لا ولا واحد. اوكي اوه ريناتو سانشيز ممكن نحتاجه في الفريق ذا. تعال 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 تعال. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده يا حبيبي. يا رب يا رب شاشات يا رب خلاص الحظ قفل. والباك الاخير يا اخوان، هذا اتوقع انه باك 5000. هذا ما اتوقع انه في لاعب يلمع اصلا. اي قايل لكم. يلا يلا مشينا مشينا يا ولد. إيطالية ممتازة بس هجومه بطيء شوية، وسطه جدا ممتاز، الدفاع عنده ممتاز، والحارس عنده خرافة. الله يستر. ليتس جو يلا. الوقت جول 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 جول. يا سلام يا ابو علي. قالي علي قالي علي حبيبي. ليتس جو. الله ايش فمك يا دقيقة يا شباب شباب، لا حد يسوي الاحتفاليات دي ضدي، تكفى ها؟ تقبل والله ترفع الضغط كبير يا مدافعنا الجديد. الله يا بيلي اللي ما ينباع كبير. يلا اليساندريني حرام. استحواذ عندي كل شيء تمام. انا الشوط الثاني اجمل. ليتس جو يلا يلا يا رونالدو. ايش فيكم؟ عيب يا رونالدو عيب. لا كيف الامور كذا؟ حرام عليكم يا عيال والله حرام يا اخي.
يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال. الشوط الاول دائما نكون كويسين، الشوط الثاني يخبص لعبي ضبط. لكن هذه اول مباراه في الديفجن، جبنا الثلاث نقاط، اللي بعده حبيبي ليتس جو. تشكيله غريبه يعني، ما ادري ايش تقول، بس حلوه حلوه حلوه. يا دخلوا بعض اشوا العيون يا ابو كيوكو. انها 47 مدري كم، 37. رونالدو يا 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 يا، كيف عده يا اخي، كيف عده عده معصوب. لا والله العب غيرها يا تعبان، العب غيرها والله العظيم. شوف البصل رونالدو، شوف البصل رونالدو، قول الله الله الله. انا اتكي مع الباص، بس انا اقول لك الباص يا اخي راخب الباص. لا 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 لا، انا اشوف عطل الهجمه من البدايه يا اخي. الله يستر علي، ناوي والعب مباراتين، فقلت دافع قوي اني العب مباراه ثالثه. يلا 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 اللي بعده اللي بعده ليتس جو. احس انه الخصم القادم عنده تشكيله خرافيه مره. لا لا والله عنده سكيلينج، لا لا والله تشكيله ممتازه ممتازه مره مره. بسم الله. العيب العيب العيب، حب المهارات. انا اللي بديت المباراه، اللي اوريك انا لعيب مره. رونالدو اقوى بك تنفض. الله يا اخي، اوه امشي يا واد، والله جسم، والله مهير من جديد، والله ممتاز. باكيوكو باكيوكو وين امسكها يا درسي. كاسوليني كبير. لا والله يا مدافعنا مجنون. شوط اول صعب يا شباب، يعني صراحة الخصم مو بسهل ابدا، احنا كنا ماسكين كورة فعلا، لكن نبغانا شوط ثاني اجمل. اتوقع اني بطلع شو اسمه ذا غانا وادخل ريناتو سانشيز، نعم يصير يفيدنا في الامور الهجومية، وباكايوكو يرجع ورا شوي. ليتس جو يلا. اوه نبغى كذا كورة نترجمها لهدف. اركض في عامر، روح بسرعة بسرعة عامر عامر، ارفع عامر عامر. الله اوه ريال سانشيز يا خراف. انهي اخيرا اخيرا اخيرا. ايوه ايوه يا شيخ ايوه. معصوب 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 معصوب. يا سلام يا سلام يا سلام. حلوين مان اوف ذا ماتش اليساندريني. اوكي ورونالدو ليش ما اخذ تقييم عالي؟ والله ما ادري. اوكي ما عليه، صنع على الاقل. حلوين، علامه كامله في هذه الحلقه، 9 نقاط يا ولد. هو كل حلقه يكون هدفنا نجيب 9 نقاط او 6 نقاط اذا لعبنا مباراتين. شيك على اللعيبه، اي رجال طيب، هذا انباع وهذول باقي لهم شوي. والله باقي لهم اوه 10000 مزايد الان. اوه والله والله غالي ذا. اوكي وذولي 300، والله والله 10000 عيال مزود وواصل مزودات ها هنا. وعندنا رجال طيب راح ينباع، يعني غالبا ان شاء الله راح ترجع لنا الفلوس اللي صرفناها على اللاعب حقنا هذا، شو اسمه اللي شريناه الظهير حقنا. وانا من تجربتي يا جماعه الخير في 3 مباريات الادمي كويس، احسن من انك تجيب شو اسمه بيلرين تحطه هنا يا ولد. والكمس والله العظيم الادمي خرافي، جسم سرعه يعني مناوب كل شيء، عنده كل شيء، يستاهل انك تحطه ظهير في تشكيله انجليزيه بحكم انه يعني ما عندهم ظهيرين كويس. عموما وصلنا نهايه المقطع، زر اللايك يا شباب، تابعوني حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. نراكم على خير في امان الله.